ما اعرفش حاجه، انا جاي كلها عشان نخسر ومش مستفيدين ولا حاجه، وقت بيكسر لنا الحاجه كلها بنخسر. شال سوسو قال بلاها سوسو بلاها ناديه، يعني حتى دي المكان دي وخلاص، تعديلات بسيطه ما تنفعش. انا لو مش شايف ان هم لهم حق ما كنتش جيت اصلا كمان. بساند اللي موجود اي نعم بسترجع منه بس بسنده. لا انا ما اعرفش هو لغات، ما اعرفش ان هادي ستوري اتلغى، بس انا ما اعرفش الناس دي قاعده ليه كده. ما فيش فلوس فباجي اقلب اكل عيش وبعد كده بالليل ببقى منتصر. لأسباب القرارات اللي هو بياخدها وبيرجع فيها تاني مرة واتنين وتلاتة وأربعة، المفروض أقول له القرارات دي مرجعش فيها، ده رايد رئيس دولة، إزاي يرجع تاني بقراراته؟ ده القرار بتاع إمبارح بتاع السجاير ده لما طلعه ورجع تاني بكلامه، إزاي ده رايد رئيس دولة ويرجع تاني بكلامه؟ ما ينفعش من الناس اللي قاعدة دي ليها حق. الناس دي معاها حق طبعًا، لأن الناس دي غلابة مش لاقية تاكل. وبيعملوا كده عشان مش لاقيين ياكلوا. الدستور ده يتغير خالص. غير خالص ممكن بقى تستفاد الشعب في الحلو وفي الوحش. لا احنا مؤيدين للاخوان ولا الحزب تاني ولا بننتمي لاي احزاب، بل احنا من اقل المناطق الشعبيه بتوع القوت اليوم الواحد، المام اليوم الواحد ما يجيبش فيه مصروف لبيته وعياله تموت من الجوع. ماليش راي في اللي بيحصل لان انا مش عارف فين الصح وفين الغلط عشان اعيد مين واكدب مين. زي كتير من الشعب متضلل ما يعرفش فين الصح وفين الغلط، ما يعرفش ان كانوا الاخوان الاصلح ولا التيارات اللي موجوده هنا الاصلح، ما يعرفش ان كانوا دول فلول ولا احزاب ولا ينتموا لاحزاب جديده ولا معارضين للاخوان بس. انا موجوده هنا على طول باكل عيش من زمان، فانا مش جاي عشان خاطر